السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للسنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية. في حصة اليوم غادي نشوفوا بعض فقرات درس الاتصال الدوال، وهو عبارة عن تذكير ببعض الخاصيات والمعارف الأولية اللازمة لدراسة الدوال بصفة عامة واللي اكتشفوها في السنوات الفارطة. في الحصة ديال اليوم غنشوفوا بعض التعاريف المتعلقة باتصال الدوال إضافة إلى بعض الخاصيات اللي غنركز فيها بالضبط على كيف نحدد صورة مجال معلوم بدالة متصلة. أول شيء نشوفوا بعض التعاريف. F نعتبر F دالة معرفة على مجالين E من R و X0 ينتمي إلى R. التعريف الأول يقول F دالة متصلة في X0 إذا وفقط إذا كانت الليميت حينما يؤول X إلى X0 لـ F لX تساوي F لX0. التعريف الثاني يقول أن F متصلة على اليمين من X0 إذا كانت ليميت حينما يؤول X إلى X0 على اليمين كذلك إشارة زائد لـ F لX تساوي F لX0، بينما نقول أن F متصلة على اليسار من X0 إذا وفقط إذا كانت النهاية حينما يؤول X إلى X0 على اليسار إشارة ناقص كما كتب لكم تما لـ F لX تساوي F لX0. وتعريف آخر نقول أن F متصلة على اليمين وعلى اليسار من X0 يكافئ أن F متصلة في X0. نعتبر A و B عنصرين من مجال R. F دالة معرفة على المجال المفتوح AB، هذا مجال مفتوح. نقول أن F متصلة على المجال المفتوح AB إذا كانت F متصلة في جميع تسطر عليها في جميع عناصر المجال المفتوح AB، بينما نقول أن F متصلة على المجال المغلوق AB إذا كانت متصلة على المجال المفتوح AB ومتصلة على اليمين من A، أنتم تشوفوا على اليمين من A وعلى اليسار من B، هذه مش عقلوا عليها على اليمين من A وعلى اليسار من B. طبعا حنا إلا بغينا نبينو أن F متصلة على مجال معلوم ماشي بالضرورة نبينوها أنها متصلة على جميع النقاط لأن المجال يحتوي على ما لا نهاية من الأعداد، بينما نستعمل حنا بعض الخاصيات أو بعض النتائج اللي كتسمح لنا أن نبينو أن دالة متصلة على مجال معلوم. النتائج اللي عندنا تقول الدوال الحدودية وهي كل دالة تكتب على شكل مجموع حدانيات بحيث E ينتمي إلى N. الدوال الجذرية هي كل دالة تكتب على شكل كسر F على G طبعا بحيث G تخالف صفر. الدوال اللاجذرية هي الدوال التي تحتوي على جذر مربع أو جذر من الرتبة. والدوال المثلثية يعني سينوس كوسينوس وطونجونت، فالدوال متصلة على مجموعات تعريفها. ندير لكم مثال باش تبان لكم. نعتبر الدالة F معرفة كالتالي F لX تساوي X أس 2 زائد 3 على X أس 2 زائد 1. مجموعة تعريف هذه الدالة هي R وهذه دالة جذرية. إذا بهاد الخاصيات بجوج يعني أن هذه دالة جذرية وعندي مجموعة التعريف ديالها، فإني نقدر نقول أن F متصلة على R لأنها دالة جذرية، يعني أن أي دالة من هاد الدوال هادو فهي متصلة على مجموعة تعريفها، إذا يكفي أني نحدد مجموعة التعريف. خاصية تقول صورة مجال بدالة متصلة هي مجال، الشيء اللي كيسمحنا أن ملي كنحددو صورة المجال فعارفين أن النتيجة غتخرج هي مجال. لتحديد صورة المجال نعتبر F دالة متصلة على مجالين E، طبعا E من R، E مجال ضمن R. الحالة الأولى وهي اللي كتكون عندي F تزايدية مع الإشارة أن العددين A و B هما أعداد حقيقية. هنا الطريقة سهلة، صورة مجال مغلوق حتى هي كتعطيني مجال مغلوق. في الطرف الأيسر كنحسب صورة العدد اللي على اليسار صورة الطرف الأيسر، وعلى اليمين فإني كنحسب صورة الطرف الأيمن بالدالة F. إذا كان المجال مفتوح فتا الصورة كتكون عندي مجال مفتوح ولكن ما كنحسبش الصور، إنما كنحسب النهاية حينما يؤول X في هذه الحالة هنا على اليمين من A، يعني كندير A بلس لF لX، بينما بالنسبة لB فإني كنحسبها على اليسار، يعني كتب ليميت حينما يؤول X إلى B على اليسار لF لX. وفي حالة كيكون عندي مجال نصفه مفتوح ونصفه مغلوق فإني هنا في نصف المجال المغلوق كنحسب صورة العدد، بينما في نصف المجال المفتوح كنحسب النهاية، يعني كخاصية أو لا إلا بغيتو تقولو
طريقة للحساب تعقلوا عليها ملي كيكون عندي مجال او لا طرف مغلوق فان الطرف الصورة كيبقى مغلوق، بينما اذا كان الطرف مفتوح فان طرف الصورة هو كيكون مفتوح. شوفوا دابا حالة اف تناقصية. في حالة اف تناقصية ما الذي يتغير؟ طبعا هنا كنزيد نشر بان ا و بي اعداد حقيقية. صورة مجال مغلوق حتى هنا كتكون مجال مغلوق. الفرق الوحيد اللي كاين هو ان على اليسار كنحطو صورة الطرف الايمن بالدالة اف، بينما على اليمين نضع صورة الطرف الايسر للمجال. ثم كتلاحظوا بحال كنبدل الاماكن ديالو. بالنسبة للمجال مفتوح كامل حتى هو نفس القاعدة، على اليمين او على اليسار كنوضع نهاية الطرف الايمن لميت حينما يؤول اكس الى بي، طبعا على اليسار لاف لاكس، وهنا كنوضع ليميت حينما يؤول اكس الى ا على اليمين. بينما في حالة مجال مفتوح نصف مفتوح الا بغيتو تقولو مغلوق من اليسار مفتوح من اليمين، فهنا العكس كيولي مفتوح من اليسار، لأن هنا غنكتب ليميت حينما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية لاف لاكس، وكيكون مغلوق على اليمين لأن هنا غنحسب صورة العدد أ. باش نختمو حصة اليوم ديرو تمرين تطبيقي. نعتبر الدالة اف المعرفة كما يلي: اف لإكس كتساوي اكس زائد اثنان على اكس ناقص اثنان. السؤال الأول: حدد د اف مجموعة تعريف الدالة اف. السؤال الثاني: احسب النهايات عند محدات د اف. السؤال الثالث: علم أن الدالة اف تناقصية على المجال اي ناقص ربعة اثنان، أوجد صورة المجال اي بالدالة اف. إذا الإجابة على السؤال الأول: تحديد مجموعة التعريف. نكتب هنا مجموعة التعريف. تحديد مجموعة التعريف عندي دالة جذرية. إذا نعتبر إكس ينتمي إلى الـ DF، هذا يكافئ أن المقام يخالف صفر. المقام عندي هنا هو إكس ناقص اثنان، إذا خص إكس ناقص اثنان تخالف صفر. هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أن إكس تخالف اثنان. إذا شنو هي مجموعة التعريف ديالي؟ مجموعة التعريف هي ناقص ما لا نهاية اثنان اتحاد اثنان زائد ما لا نهاية. حنا جاوبت على السؤال الأول. شوفوا دابا السؤال الثاني. المحدات عندنا هما هادو: ناقص ما لا نهاية، اثنان على اليسار واثنان على اليمين، إضافة إلى زائد ما لا نهاية. إذا نحسبوا النهاية عند ناقص ما لا نهاية. ليميت حينما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية الدالة إكس زائد اثنان على إكس ناقص اثنان شحال كتساوي؟ إذا هنا كنختازل، واحد إكس مع إكس ستعطيني واحد، وبالتالي فإن النهاية غتساوي واحد بما أن هنا مكاينش إكس. بنفس الطريقة نحسبو حينما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية للدالة إكس زائد اثنان على إكس ناقص اثنان هي النهاية حينما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية لإكس على إكس، قلنا أكبر أس على أكبر أس، اللي هي الليميت حينما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية للعدد واحد، اللي هي واحد. وبالتالي كنحسب، أنا حسبت النهايات عند محدين، كتبقى ليا دابا على اليمين وعلى اليسار من اثنان. إذا نحسب النهاية على اليسار من اثنان، الليميت حينما يؤول إكس إلى اثنان على اليسار لإف لإكس، كنمشي نحسب في الوساخ عندي، الدالة عندي هي إكس زائد اثنان على إكس ناقص اثنان، كنعوض بإثنان هنا، غتعطيني اثنان زائد اثنان هي أربعة، واثنان ناقص اثنان هي صفر. عدد على صفر هو ما لا نهاية. السؤال اللي كيبقى ليا: واش زائد أو لا ناقص ما لا نهاية؟ كملاحظة راه إكس حينما على اليمين من اثنان، فإن النهاية حتى هي غتخرج ليا ما لا نهاية. هنا باش نعرفوا الإشارة ديال ما لا نهاية، خصنا نعرفوا الإشارة ديال العدد صفر، لأن إشارة العدد أربعة عارفينها، عدد موجب. لتحديد إشارة العدد صفر، نحدد جدول إشارة القيمة اللي عطاتنا بعد التعويض ديالها بإثنان صفر، اللي هي إكس ناقص إثنان. جدول الإشارة هو التالي: دابا على اليسار إكس ناقص إثنان
كتاخذ الاشاره السالبه، وبالتالي حتى الصفر ياخذ الاشاره السالبه، وتولي عندي زائد مع ناقص هي ناقص ما لا نهايه. بينما على اليمين من اثنان x ناقص اثنان تاخذ القيمه الموجبه، يعني ان الصفر ياخذ قيمه موجبه، وبالتالي موجب مع موجب كيعطيني موجب، يعني هنا تعطيني زائد ما لا نهايه، وكذا كنكون حسبت النهايات كاملين. كيبقى لي دابا السؤال الثالث اللي هو الاهم عندي انا في حصه اليوم، وهو صوره المجال. اي قلنا الشرط وخص اف تكون داله متصله، عندنا اف متصله على المجال اي. واش هاد العباره صحيحه؟ نعم. علاش؟ لان اف داله جذريه، قلنا مجموعة تعريف الدالة F هي ناقص ما لا نهاية اثنان اثنان زائد ما لا نهاية. ثم كتلاحظوا بأن المجال اللي عندي هو ناقص أربعة اثنان، كاين هنايا، يعني أنه ضمن الدالة F، والمجال E ضمن مجموعة تعريف الدالة F. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عندنا أن F تناقصية على المجال اي. اذا طبقوا الخاصيه اللي شفنا في الدرس. الخاصيه كتقول عندي الصوره ديال المجال اي اللي هي اف المجال ناقص 4 2 اف تناقصيه، اذا كنبدا من الطرف الايمن كيولي هو الطرف الايسر، بما ان المجال مفتوح فتهنا تعطيني مجال مفتوح. وقلنا الا كان المجال مفتوح فان كنحسبوا النهايه، يعني هنا نحسبوا النهايه حينما يول اكس الى 2 على اليسار لاف لاكس. بينما في الضفه الاخرى ولا في الطرف الاخر عندي المجال مغلوق، يعني كنغلق المجال. وقلنا كان المجال مغلوق فاني كنكتفي بحساب الصوره، بما ان اف لي ناقص 4 كم تساوي، يكفينا نعوض تجيني 4 زائد 2 او عفوا ناقص 4 زائد 2 على ناقص 4 ناقص 2 اللي هي ناقص 2 على ناقص 6 اللي هي 1 على 3. وكنا حسبنا سابقا النهايه حينما يؤول الى 2 على اليسار للداله اف لاكس اللي هي ناقص ما لا نهايه. بما ان عندنا النتائج فنقدر نقول بان صوره المجال اي يكفي نعوض هذه، نعوضها بناقص ما لا نهايه، بينما اف لي ناقص 4 نعوضها بالقيمة 1 على 3. وكذا جاوبت على التمرين ديالي كامل. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في حصة اليوم، على أمل نتلاقاو في حصة أخرى درس جديد من دروس مادة الرياضيات السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية.